أصدق الحب عندما لا تعرف لماذا أحببت، عندما يسألك الآخرون كيف ولماذا ولا تعرف الإجابة، عندما تحب من لا يشبهك لا ظروفا ولا عمرا ولا ثقافة ولا علما ولا حتى أخلاقا. هو الحب الذي لا يخضع للمقارنات، هو الذي يأتي عندما لا تكون مستعدا للحب ولا تبحث عنه ولا حتى تنتظره. ذلك برأيي أصدق الحب، لأنه لا يرتبط بشيء، شيء قد يذوي ويزول مع الزمن أو العشرة أو تغير الفصول.